شأن صحي الآن، رزنامة جديدة من التلقيحات سيستفيد منها المواليد الجدد نهاية شهر أفريل المقبل مع تغييرات كلية في دفتر التلقيح. تفاصيل ذلك مع صبرين أبو عبلة. 4 لقاحات ستدخل الرزنامة الجديدة للتلقيح ابتداء من شهر أفريل مع استبدال دفتر التلقيح القديم، هو ما تسعى وزارة الصحة إلى تجسيده لمواكبة التطورات العلمية في المجال الصحي. كان بعض اللقاحات الجديده كما يعني كما اولا البرومو 13 على البلامو كوك، عندنا البوليو انجيكتابل، عندنا البنتافالون، عندنا الايرو ار، يعني كنا عندنا غير الروجول. دونك ان شاء الله هذه السنه نزيدوا فيها اوريون ريبيول. تغيير في رزنامة التلقيحات يطرح العديد من التساؤلات التي تستقبلها يوميا مراكز التلقيح المختلفة التي وصلتها التعليمة الوزارية المتعلقة بالرزنامة الجديدة. كيما لي زوغيون، كيما لا روبيول، كيما يافي با دو فاكسان افون، مي دوكا لو كان نديرو لو فاكسان هذا اون فا اليميني بوكو دو مالادي. عم يجو الناس يستقسيو عليه، سي سون كونتون، لي جون سون كونتون، اي سون بريسي دو كون ابليك لو كالوندري دو فاكسيناسيون. وحنا لي زونسيان ما يقيسهمش، يقيس لي نوفو. صافي شحال وحنا كنا حابين يدخلوا، والحمد لله هم دخلوا هذه المره. فيروسات يحميو الصبي كي يكون صغير، ومام في المستقبل عند الفتيات النساء كي يكونوا بالحمل يحمي الجنين تاعهم، يعني فيهم فوائد كبيره بزاف. المواليد الجدد من شأنهم الاستفاده من هذه التلقيحات التي ستنطلق نهايه شهر افريل، والتي تعتبر قفزه نوعيه في مجال الحد من الامراض الخطيره التي سيتم تفاديها بعمليه التلقيح.